الرسم هو تعبير عن المشاعر الداخلية للإنسان، فإذا ما قدر يحكيها يقدر يرسمها على ورقة، بالإضافة إلى أنه هو فتشي ممتع بوقت الفراغ، بدال ما واحد يلزم تليفون ويظل على التلفزيون يقدر يرسم وينمي مواهبه بالرسم، وجزء من كبار يصير فنان. اليوم في مؤسسة برج بابل نظمنا فعالية للرسم الحر بمشاركة أكثر من 25 فنان وفنانة من المحترفين، احتفاء بأجواء بغداد الربيعية هذه الفترة، وأيضا احتفاء بذكرى تحرير نينوى. مؤسسة متواصلة على إقامة نشاطات من هذا النوع، كان هناك فرصة للجمهور أن يتابع اللوحة منذ ولادتها إلى اكتمالها. هذا سمبوزيوم قامت منظمة برج بابل عبارة عن مجموعة من الفنانين يتقون بهذا المكان، تهيئة الأجواء الفنية المناسبة للرسم، رسم حر، يكون كل فنان يرسم مباشر أمام الجمهور بطريقة عفوية بدون قيود بدون موضوع معين، يعني كل فنان يختار موضوع والأسلوب اللي يحب يشتغل به. بصراحة مبادرة جميلة، نتمنى تتكرر دائما يعني بالعراق بغداد خاصة. يعني المرأة بالعراق تحاول أنه تتطور وتواكب الما موجود في الخارج العراق، يعني قصدي أنا، لأن تدري هسه إحنا طلعت أفكارنا عن القديم، وتدري إحنا مجتمع عراقي مغلق وبي عشائر وبي يعني هو تعقيدات، بس إحنا نحاول كجيل جديد، ولو أنا عديت الشباب نحاول نسوي شيء لهذا البلد، نحاول نشارك مثلا بأي سومبوزيوم أو معارض، نشارك حتى دورات مال حرية المرأة أو أكو مؤتمرات تدعم المرأة، نشارك بيها، نحاول ولو بالقليل، بس نحاول ما قاعدين. المكان هذا كلش حلو، اليوم عندنا معرض للرسم الحر. أنا صح ما أرسم، ما عندي هواية الرسم، بس مرات لما أكون فاضية أقعد أرسم. ما عندي واهس للرسم مثل هسه، يعني ألوان أجيب وأقعد، بس لما إجيت هنا كلش تونست، تعلمت شلون أرسم أحسن، وقابلت هواي فنانين ورسامين. الفن هو شيء أساسي في جميع الشعوب، يعني والبلاد اللي ما بيها فن تكون ميتة. فالعراق هو معروف يعني كل منطقة جغرافية بالعراق تمتاز بميزة فنية تختلف عن منطقة أخرى، إذا كانت في الشمال أو الوسط أو الجنوب. وأكيد هذا الشيء هو يعني إحنا نفتخر به كعراقيين، وأكيد العالم كله هو يعني مبهر بهذا الفن. يعني بلاد ما بين النهرين التي عرفت منذ القدم هي بلد الفن والحضارة منذ الأزل. داعش محل فن، مو بس داعش، الأفكار موجودة، داعش وغير داعش محول الفن، بس إحنا كفنانين وفنانات والله نحاول يعني نسوي شيء البلدنا، يعني أهم شيء الفن كمسرح، كرسم، كمعارض، كمؤتمرات، هاي كلش جدا ضرورية، لأن راح نشوف للناس إحنا وين واصلين.